ذكر بقى الاختطاف واختطاف الهوية والتغريب وكل ما يحدث. التغريب بيحصل بالسياسة وبيحصل كمان بالثقافة. عشان كده الخبر الجاي احنا بنكلم حضراتكم عن مصر بتعمل ايه. مصر حربت التيار السياسي العنيف اللي كان بيحاول يغربها وهدأت قليلا عشان كمان تشتغل في ملفات الثقافة، لأن احنا عرفنا وتأكدنا أن احتياجنا الحقيقي أن نحارب الإرهاب بثقافة جديدة تعود ويعود بها المصريين. مصر بقى في أماكن كده بنلاقي النور بيدخل في أماكن مهمة جدا كانت هدف وكانت مستهدفة من قبل الجهات الظلامية اللي حاولوا أنهم يعني ينشروا الظلمة. وزيرة الثقافة النهاردة زارت العريش، العريش بكل ما تحمله هذه المحافظة العزيزة على قلبنا من يعني أحزان وأوجاع عدت بها الفترة اللي فاتت. افتتح فيها النهاردة قصر ثقافة وده حدث مهم. الصور اللي احنا شايفينها النهاردة دي صور مهمة جدا، هو مش مجرد قصر ثقافة. بالتأكيد احنا متشرفين معانا دكتور أحمد عواد رئيس هيئة قصور الثقافة. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. أهلا بك يا دكتور وألف مبروك. أهلا بحضرتك. وإحنا الحمد لله. أهلا وسهلا. إحنا شايفين صور الحقيقة إنه كمان في عروض بدأت بالفعل وعروض مختلفة كمان، فلو حضرتك تحطينا برضو في الصورة يعني بالنسبة للفترة القادمة مركز الثقافة أو قصر الثقافة هيقدم إيه لأهل العريش وأهل سيناء؟ هو يمكن المادة المصورة اللي حضرتك بتعرضها هي كان افتتاح القصر يوم 8 ابريل بتشريف معالي وزيرة الثقافة والسيد محافظ شمال سيناء، وكنا الحفل مقسوم في اوبريت مؤلف خصيصا للافتتاح باسم افراح العريش. شارك فيه سبع فرق، اولهم فرقة العريش اللي حافظنا عليها كل السنوات دي رغم اغلاق قصر الثقافة، وكانت بتمثل مصر في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة لست فرق أخرى أسوان وسوهاج والشرقية والحرية في اسكندرية وبورسعيد كله ومرسى مطروح، كله بيحتفي على مسرح قصر ثقافة العريش بالعريش المدينة الرائعة. الحمد لله بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات إغلاق قصر ثقافة تم افتتاحه لتقديم الخدمة الثقافية في منطقة شديدة الأهمية بالنسبة لنا. القصر يحمل في أقسام، كل أقسام اللي تقدم الخدمة الثقافية والفنية، مسرح يسع ل 700 متفرج مجهز بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة لتسيب الإمكانيات لمبدعي المسرح في العريش يشتغلوا، ويبقى فيه إمكانيات قوية، يبقى فيه فنون شعبية وكل أوجه الفنون والموسيقى العربية، بالإضافة لمكتبة ضخمة جدا مؤسسة من إصدارات كل قطاعات وزارة الثقافة، ومش بس إصدارات الهيئة ولكن كل قطاعات وزارة الثقافة، منفذ لبيع كتب الهيئة أصول الثقافة اللي هي تعد أرخص كتاب في مصر يعني. كما كتاب مدعوم بدعم كبير الى جانب انشطه المراه والبيئه، وطبعا في قسم متخصص للحرف البيئيه والتراثيه، لان انت في مدينه تحمل ومحافظه تحمل خصوصيه ثقافيه احنا بنحترمها جدا يعني. وده بالتاكيد اللي بيخلينا ننتظر كتير من قصر ثقافه العريش تحديدا، انه لكل ما يمثله الثقافه والاستناره في هذه البقعه في ارض مصر. أنا سؤالي لحضرتك كمان، التوقيت ممتاز بالنسبة لنا لأنه في بداية شهر رمضان، وأعتقد أن ممكن يبقى فيه فعاليات ثقافية ندوات مرتبطة بشهر رمضان، هل ده موجود في الجدول؟ بس يا فندم إحنا بنعد للحظة دي بقالنا سنتين ونصف من العمل الدؤوب جدا ومتابعة العملية الإنشائية وإنهاء القصر. أنا متهيألي كمان تابعتوا الوضع الأمني مش كده؟ نعم يا فندم؟ متهيألي كمان تابعتوا الوضع الأمني عشان يبقى التوقيت مناسب يعني. أنا شخصيا راجع من العريش أمس، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، العريش آمنة وقضينا وقت آمن جدا. أنا دخلت العريش بفرق هيئة أصول الثقافة 185 راقص وراقصة، بالإضافة لحوالي 30 أو 35 إداري بيديروا العملية الإنتاجية والعروض،
فده رقم ضخم، والزملاء من الاوبرا جم اعتقد كان عددهم برضو كبير. واحنا شايفين فرق كتيره كمان وفي جمهور وسياده واحنا شايفين فرق كتيره وفي كان في جمهور وسياده الوزيره، يعني ده بيعكس امن. احنا كنا امنين جدا يعني، انا بقول لحضرتك. لكن السنتين ونص هي اعمال الانشاء، اعمال الانهاء العمليه الانشائيه اللي كانت متوقفه. وعندنا برنامج لشهر رمضان بينطلق من 7 رمضان في كل المحافظات في جمهوريه، في محافظات جمهوريه مصر كلها. طبعا العريش اكيد منهم بما انه احدث المنارات الثقافيه المنضمه للهيئه العامه لاصول الثقافه. الحمد لله. نشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عواد رئيس هيئه قصور الثقافه، شكرا جزيلا ومبروك مره ثانيه افتتاح قصر ثقافه العريش مرة أخرى مع التجديد والتوسع أيضا. وبالفعل زي ما شفت حضرتك العروض بدأت يعني في الانتظام، وفي برنامج في رمضان كمان.